كمل كلامنا، ولكن خلينا نطلع نشوف ماذا قال النجم محمد محمود مع زميلنا أمير هشام، ونرجع نكمل مع حضراتكم مع النجم أحمد فوزي. تحياتي ليك يا كابتن اسلام، وتحياتي لكل المشاهدين ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، يعني على هامش معسكر النادي الاهلي في الامارات والمشاركه في كاس العالم للانديه. معايا لقاء هام جدا في هذه اللحظات مع واحد من نجوم النادي الاهلي اللي الجمهور بيفتقده جدا على مدار فتره كبيره، ومنتظر مشاركته بشغف في المباريات، وان شاء الله قريب يكون من العناصر الاساسيه في صفوف النادي الاهلي. كابتن محمد محمود نجم النادي الاهلي، يا محمد برحب بيك في البدايه ومنورني. حبيبي يا امير، ربنا خليك حبيبي، ده نورك. الدنيا تمام، كله كويس. زي الفل، مش قاعد معاك بقى كويس حبيبي. طيب في البدايه يعني خلينا نتكلم على في اكتر من حاجه عايز اتكلم معاك فيها بصراحه، خلينا نجيب من الاول كده شويه. ماشي. محمد محمود جه النادي الاهلي في يناير 2019، الناس كلها كانت منتظره الصفقه دي بشكل كبير، كان امال كبيره جدا منعقد على محمد محمود، لكن للاسف الشديد وقدر الله ما شاء فعل اصابات بشكل متتالي. فتره الاصابات دي اكيد فتره كانت صعبه، وخصوصا لما تكون اصابه زي رباط الصليبي. انا عايز اعرف اتعاملت ازاي في الفتره دي، قدرت ان انت ترجع تاني ازاي رغم ان بيبقى فيه صعوبه ان ترجع من اصابتين رباط صليبي وظروف وكلام من ده، احكي لي على الفتره دي. لا هو انا في البدايه انا اول لما جيت انا اتصبت برباط صليبي في رجلي اليمين. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قدرني ورجعت، وبعد كده جالي صليبي في الرجل التانية. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قدرني ورجعت وجالي غضروف في الرجل الاولانيه. يعني الاولانيه. فبعد كده يعني حصل لي مشكله في الرجل الاولانيه برضو، فعملت برضو حاجه تالته كده فيها برضو نظفتها. اللي هي كانت ايه؟ يعني كان في زي مش عايز اقول غلط بس يعني تمام، يعني اللي هو تمام، كانت يعني كان في مشكله، فالحمد لله حليناها، فالحمد لله بقيت كويس. بس فعلى مدار بقى الفتره دي كلها كان زمايلك بقى، اخواتك، صحابك، زمايلك في الفريق، عيلتك، هم بقى اللي بيبقوا السند وبيبقوا الظهر وبيبقوا الداعم بقى في المواقف الصعبه اللي زي دي. انا بصراحه بجد انا اللعيبه كلها وقفت معايا يعني بكل امانه. سؤالهم يعني سؤالهم عليا عارف اللي هو بيحسسك بانك عيلتك بتسال عليك كده، ما بتحسش انك غريب من اول يوم جيت. عديت الحمد لله بفترة صعبة جدا، بس يعني فاتني كتير، بس ان شاء الله بإذن الله احاول بإذن الله يعني لما ابتدي اخد ان شاء الله احاول بقدر الامكان يعني اعوض كل اللي فات ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. لكن الفتره هي كانت صعبه، بس في الحقيقه الناس كانت شايفه في عيون محمد محمود قوه واصرار على العوده رغم صعوبه الاصابات. طبعا القوه دي جايبها منين؟ الاصرار ده جايبه منين؟ والعزيمه دي والله ثقة في ربنا سبحانه وتعالى، ثم ثقة في قدراتي. أنا يعني عارف إن ربنا سبحانه وتعالى عمره ما بيجي حاجة وحشة، فأنا كنت واثق 100% إن أنا كل اللي بيجي لي ده خير. فما كانش عندي ما كانش والله بجد مش عشان قدام الكاميرا بس، أنا فعلا ما كانش في شعرية بتتهز مني أو شعرية بتهز ثقتي في نفسي. كويس. ده بجد مش كلام. كنت عارف ان انا كده كده فتره وهتعدي ومساله وقت، فكنت بستحمل وبدوس على نفسي. بس فعديتها الحمد لله ومع الفرقه، والحمد لله الفتره دي الجاز مستر بيتسو موسيماني بيشد بيها جدا كويس. مش ناقصني بس خالص غير الماتشات خالص. كان بيتكلم معايا امبارح. قال لك ايه بقى على المعسكر ده؟ لا المعسكر ده يعني شادد جدا. فما شاء الله اتكلم معايا كويس وقال لي منتاليتي تانية خالص وبقيت كواليتي تانية خالص. فيعني الكلام ده برضو كلام ايجابي جدا جدا جدا، وكنت مبسوط جدا لما جيت اتكلم معايا بصراحة. بس دي حاجه اكيد مهمه. لكن في نفس الوقت عشان اختم بقى الفتره الصعبه دي، تمام، جمهور الاهلي كان ليه دور كبير قوي مع محمود محمود جدا، ويعني كنا شايفين جدا جدا حب النادي الاهلي لمحمد محمود بغض النظر عن التعاطف بسبب الاصابات. لا هو في حب متبادل كده بالظبط. جمهور الاهلي برغم محمد محمود جدا، برغم ان انا ما لحقتش. انت لعبت اصلا ايه 45 دقيقه؟ ما لحقتش. يعني 45 دقيقه اول قبل ما تتصاب اول اصابه. يعني ماتش اول ماتش لعبت ربع ساعه غالبا او ماتش بيراميدز. ايوه بعد كده لعبت سموح ساعه بالظبط في سموح. على الحب اللي انا اللي لقيته ده مش مصدق.
عايز اقول لك تخيل سببه ايه مثلا الحب ده والله. يعني ممكن انا مش إيه؟ عارف والله بجد. بص ساعات كده تلاقي في لعيبه في الاهلي جمهور بيحبهم جدا من غير مثلا اي حاجه، فبتحس ان في علاقه قويه جدا. انت اصلا خلي بالك، انا يوم لما اتصبت اللي هو الصليب الثاني انا في كميه ناس جات لي تحت البيت، جماهير النادي وهتافات وبانرز انا مش مصدق يا جماعه ايه في ايه وبتاع، اللي هو جايين احنا مش جايين اصلا ده، ما هم ما رضيش يهتفوا عشان خاطر الناس عندنا ما يتضايقوش شايف مدى فجايين اللي هو بس بنوصل لك مسج ان انت ابننا، انت الناس بقت يعني على قد ما اقدر كنا بنحاول نطلع الناس تقعد، بس العدد كان كبير جدا 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 فكنا بنحاول نطلع على قد ما نقدر. بس اللي هو الناس اللي يعني اللي هم الكبار في السن جدا، انا كان بيجي لي ناس كبيره كبيره جدا بيقول لي انا من اسيوط، انا من اسيوط، اسيوط جاي تهتف لي، فمش مصدق، انا مش مصدق. وناس بقى بتجي لي من سوهاج ومن المنيا، الناس دي بتجي لي البيت وانا مش عارف اقدم لهم ايه، اقدم لهم حاجه بس اللي هو يعني اقدمهم واجب ضيافه بس، ده انا اشيلكم فوق دماغي ومش عارف، حتى مكسوف منهم ان انا مش عارف اقول لهم ايه، انتوا يعني كتر خيركم بجد ومش عارف جمالكم ده بجد والله فوق راسي. بشكر كل واحد جالي البيت وبشكر كل واحد دعمني حتى بمسج بجد والله كانت بتفرق معايا جدا، وبتمنى من كل قلبي الناس يعني تدعم عمار، هو في موقف واكرم هم في موقف يعني الواحد عشان عدى بيه فالموضوع صعب، اكتر واحد حاسس بيهم انا طبعا. عمار اول يعني لما ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بالصليبي، كنت انا يعني كنت انا قدامه كده في يعني هو كان هنا كده وانا كنت يعني قدامه في التقسيمة فاللحظه يعني عارف انت اللي هو اول لما اتصاب حسيت بصراحه ودموعي نزلت دموعي نزلت وما رضيتش ابين للناس ان انا ببكي. فتعبيرات وشه كانت نفس تعبيرات وشي في ماتش سموحه. ألمها جامد الصليبي، ألمها جامد قوي جدا جدا وما يستحمل يعني مش اي حد يستحمله. وبعد العمليه بقى بيبقى الاوجاع اكتر طبعا، فالموضوع يعني انا بقى يعني هو اصلا ما كانش قاعد معايا في الاوضه في المعسكر ده، فجبته قعدته معايا وخليت انا كان معايا كريم فؤاد، فخليت كريم فؤاد يروح يقعد مع اي حد تاني، وجبت عمار يقعد معايا عشان اتكلم معاه كتير وتوصل له هو اصلا يعني كلام انا بيبقى عارف انا بقول ايه، انا بالظبط واحد أنا مجرب بالظبط فانا ببقى عارف بالظبط انا بقول ايه. ممكن لعيبه تيجي تخش تقول مش قصدها حاجه، بس ممكن تقول مثلا كلام هو يحسه رخم يعني يأثر عليه نفسيا بالظبط. انا اكتر واحد حاسس انا اكتر واحد حاسس بكل كلمه هتطلع من بقي. فلما خدته معايا واصلا هو اللي طلب، قال لي محمد بقى انا عايز اقعد معاك، انا عايز اقعد معاك مش عايز اشوف حد. قلت له تعالى عمار، قعدت معاه عارف انا بقول له ايه كويس، عارف انا بوجهه في ايه، عارف انا بنصحه في ايه. فحاولت على قد ما اقدر اشيل ولو جزء بسيط من يعني من الوجع اللي هو حاسه على قد ما اقدر بصراحه طبعا. بس فربنا رب يا رب بجد يشفيه، واحنا عمار والله بجد كلنا يا ابني بنحبك وكلنا في ظهرك وكلنا هندعمك ان شاء الله باذن الله. ربنا رب يرجعك لنا بالسلامه، واحنا الدنيا وحشه من غيرك يا عمار، دمه من اخف الدم في الفرقه عمار، روحه حلوه، فبجد هو احنا متأثرين جدا بغيابك عمار. ربنا رب يرجعك في اسرع وقت انت واكرم باذن الله، واحنا في ظهركم دايما يا رب ان شاء الله باذن الله. طيب يعني اكيد بنتمنى لهم كل السلامه، لكن خليني بقى اتكلم على محمد محمود شويه وال يعني التواجد هنا مع النادي الاهلي في اجواء كاس العالم مش مقيد في قائمه البطوله، مش مقيد. لكن في نفس الوقت التواجد في البطوله زي دي في اجواءها ده امر جيد، واكيد طبقا للظروف اللي مرينا بيها كنادي الفتره اللي فاتت اصابات وغيابات ومنتخبات وكلام من ده كانت الامور صعبه. قول لي انتوا كلاعيبه كنتوا بتتكلموا ازاي، كنتوا بتهيئوا نفسكم نفسيا ازاي للبطوله دي؟ والله هو كده انت نفسك اي لعيب كلمه كاس العالم اصلا لوحدها بتخليك انت اوتوماتيك بتخلي حتى لو انت تركيزك اصلا بتركز في الماتش مثلا 70-80% هتركز في البطوله مليون الميه. فالبطوله كمان حتى هنا الاجواء جميله، الاجواء تخليك كده تحب
انك عايز تلعب. الجمهور الجمهور يا امير الجمهور عندنا اول ماتش مونتريال مونتيري ولا ايه سوري حاجه بجد الملعب كان مقفل وهتافات وهم بيهتفوا كنت كان جسمي بيقشعر كنت هموت وابقى موجود بصراحه بس يعني هتيجي لا كده كده ان شاء الله باذن الله لا ان شاء الله والله مش قصدي كده انا قصدي يعني ان هو انا بجد نفسي العب تحت يعني اجواء 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 كوره فالاستعدادات كده كده بتبقى التركيز بيبقى في تنشنه شويه اللي هو برضو كاس عالم وبطوله للتاريخ وعايزين كل واحد يكتب تاريخ لنفسه وعايزين كل واحد يحاول على قد ما يقدر يعمل ولو جزء بسيط من تاريخ النادي الكبير فكده كده كله كان حاسس بالمسؤوليه وكله كان حاسس بالموقف اللي احنا فيه فكان التركيز كان قوي يعني تمام هرجع شويه لبطوله كاس الرابطه مشاركتك فيها يعني ابتديت بقى تاخد مباريات رسميه فرقت معاك المشاركه في البطوله دي تحديدا في اخرها جالك شد في العضله الخلفيه بس بالزبط. برضو شاركت يعني لا فرقت معايا بصراحه فرقت معايا كحساسيه ماتشات طبعا كبرضو زي عارف انت اللي هو كان بتاخد ثقه لرجلك بالظبط طبعا يعني بصراحه كنت بعمل لها قلق شويه في التمرين بس الحمد لله دلوقتي خلاص لما خدت احتكاكات وكلام من ده وتكالنج بقى وكده الوسوسه راح بالظبط فاللي هو يعني كان برضو بيني وبينك يا امير كان غصب عني لان طبعا عديت بكتير والله يا امير والله عديت بكتير ربنا جدا ربنا هيعوضك خير يا رب والله انا كده كده الحمد لله يعني واثق مليون في المية ان ربنا سبحانه وتعالى هيعوضني خير فبس جالي شد في الخلفيه بعد كده قعدت فيه اسبوع ونزلت الحمد لله معاهم في التمرين الحمد لله الحمد لله الجمهور الاهلي منتظرك وان شاء الله باذن الله ترجع متالق وتساهم في بطولات كتير جدا مع النادي قدامك مستقبل عظيم سواء مع الاهلي او مع منتخب مصر يا رب فعايز منك رساله اخيره لجمهور النادي الاهلي يعني الرساله اللي وجهها لجمهور النادي الاهلي شكرا على كل حاجه بتعملوها علشاننا شكرا على المساندة شكرا على الروح اللي بنقابلها شكرا على المواقف اللي بنقابلها في الشارع منكم بنعدي بمواقف كتير جدا يا امير جميله جمهور الاهلي بجد مش 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 في كل حته لا ده في كل مكان في الوطن العربي ربنا ربي يخليكم لينا ودايما يا رب كده دايما في ظهرنا وانتوا اكبر داعم لينا بنتمنى يا رب نكون عند حسن ظنكم وبنتمنى يا رب نقدر نساعدكم على قد ما نقدر انتوا الحاجه المبهجه اللي الواحد بجد بيحبها انتوا اللي انتوا اللي بتشجعونا من غير مقابل انتوا الحاجه الوحيده اللي احنا يعني احنا على قد ما نقدر بنحاول نسعى عشان خاطر نبسطكم فبنتمنى نكون عند حسن ظنكم بنتمنى نكون يعني نكون سبب فرحكم يا رب ان شاء الله ان شاء الله باذن الله بشكرك يا جدا يا محمد وبالتوفيق يا رب ان شاء الله وكل يوم منتظرينك ترجع اقوى من الاول كتير باذن الله يا رب يا رب ان شاء الله وسلامي للكابتن اسلام شاطر اكيد هو سامعك دلوقتي حبيبي يا كابتن اسلام بشكرك يا محمد شكرا جزيلا حبيبي يا حبيبي طبعا كان ضيفنا الكابتن محمد محمود نجم النادي الاهلي ان شاء الله يرجع سريعا هو موجود مع الفريق وبيتمرن بشكل كويس جدا كان عنده اصابه في العضله الخلفيه شوف يمينها تماما الفتره اللي جايه باذن الله يكون عنصر قوي وفعال مع الاهلي في مختلف بطولاته خلينا نرجع للاستوديو كابتن اسلام الشاطر اتفضل